مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معانا. يوم جديد وأخبار جديدة وحلوة في الحياة اليوم النهاردة. النهاردة يوم بتثبت فيه الدولة المصرية إنها قوية وقادرة في كل الملفات، الشغل في كل حتة على الأرض وفي كل اتجاه حوالينا. لما كنا من أيام بنتابع طبعا إشارة البدء اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري وحياة كريمة، ده أمن قومي. لما نتكلم النهاردة عن قوتنا المسلحة وعن قدرتنا في تأمين حدودنا وتأمين مقدرات الشعب المصري ومواجهة التهديدات اللي حوالينا ورسالة ردع للجميع، الحقيقة صحنا دولة سلام ودولة خير لا تعتدي، لكنها في نفس الوقت بتحافظ على حقوقها وعلى أمنها القومي. النهاردة 3 يوليو، التاريخ طبعا أكيد ليه دلالة، وأكيد كلنا حضرنا وشفنا اللحظة اللي انقطعت فيها الأنفاس، وكلنا كنا منتظرين البيان المهم اللي خرج ساعتها من المشير عبد الفتاح السيسي اللي أعلن فيه نهائيا التخلص من حكم هذه الجماعة الإرهابية وبداية صفحة جديدة، انحياز القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب المصري. بدأنا نشوف ونشم نفسنا ونقول هنبني بلدنا، هنشتغل بقى على نفسنا، وفعلا حصل ده على مدار الثمان سنين اللي فاتوا، شغل في كل حتة وفي كل اتجاه. لما النهاردة كمان يتم يعني اختيار هذا اليوم ويتم إطلاق 3 يوليو على أكبر قاعدة بحرية جوية اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، في إشارة مهمة للتحديث والتطوير والتسليح اللي حصل في قواتنا المسلحة والقواعد العسكرية كتير. النهاردة بنتكلم على ثالث قاعدة عسكرية، عندنا طبعا قاعدة محمد نجيب وقاعدة برنيس، والنهاردة بنتكلم على قاعدة 3 يوليو في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر. النهاردة الرئيس كان بيتابع فعاليات المناورة قادر 2021 بالقاعدة، وطبعا يعني كرد فعل مباشر من المواطن المصري والمواطن العربي النهاردة كمان اللي شعر هي دي مصر، هي دي مصر بقوتها، هي دي مصر بثقلها. لما مصر دايما تبقى قوية ومهمة في محيطها، القوة دي بتنعكس على الآخرين، بتنعكس على المنطقة العربية بأكملها. لما بنشوف الدولة المصرية بتاخد على عاتقها إنها تشتغل على حل الأزمات اللي موجودة في محيطنا، فهنا ببعدين، البعد السياسي والبعد العسكري وقوة الداخل المصري كمان. النهاردة هنتكلم كتير عن هذه القاعدة وأهميتها والشغل اللي حصل فيها والرسائل اللي وردت والدلالة المكانية كمان لاختيار قاعدة 3 يوليو، والدلالة أيضا الزمنية والرسالة من وراء قوة مصر الشاملة بكل أبعادها. النهاردة هنتابع مع حضراتكم كل ما ليه علاقة بهذا الملف، وهنشوف بكل تأكيد كمان الرسائل السياسية والعسكرية من وراء هذه المنظومة ورؤية الإرادة أو القيادة المصرية في أنها تشتغل على هذا المحور. لما نتكلم على حماية أمننا القومي، لما نتكلم على الحدود البحرية، لما نتكلم على التواجد العسكري المصري في محيطه بشكل عام شرقا وغربا وجنوبا كمان، فبالتأكيد الكلام ده لازم نتوقف أمامه طويلا ونفهم الرسائل اللي وراء. أرجع بقى للبعد المواطن المصري والمواطن العربي، زي ما كنت بقول من شوية، الحقيقة 3 يوليو كان ترند النهاردة، وقعد 3 يوليو طبعا الشيء بالشيء يذكر، كانت بكل تأكيد مبعث فخر وعزة وكرامة، والناس المصريين والعرب حسوا بأهمية الشغل اللي بتعمله الدولة المصرية، أهمية إنك تكون قادر وقوي داخليا وقوي كمان في محيطك وعلى حدودك. خلونا الأول مع حضراتكم علشان في كلمة مهمة الحقيقة، طبعا بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القاعدة وإطلاق المدفعية ل21 طلقة بالتزامن مع رفع العلم المصري، كل دي مشاهد بتخليك فعلا يعني تفخر انك مصري وتفخر انك انت بتشتغل وانك بتشوف الانجاز على الارض وبتشوف كمان التقدير حتى كمان من اشقائنا العرب. النهارده كان ولي عهد ابو ظبي الامير محمد الشيخ محمد بن زايد كان حاضر وكان موجود النهارده، رئيس المجلس الرئاسي الليبي كمان، واحنا بنتكلم على الازمه الليبيه ودور مصر، واحنا بنتكلم كمان على اختيار هذا المكان على الحدود الشماليه الغربيه. فكان الحقيقه كان البعد العربي حاضر وبقوه، وكان في تغريدات وكان في وفود عربيه وفود اجنبيه ووسائل اعلام مختلفه، الكل بيتابع اهميه هذا الحدث واهميه قوه مصر. لما كنا بنشوف ازاي مصر تدخلت في عديد من الازمات وشفنا الاشاده من المجتمع الدولي ان مصر عادت وبقوه لريادتها ولقوتها وان يكون لها كلمه ودور في المحافل الدوليه. خلونا الاول نتابع مع حضراتكم كلمه سياده الفريق احمد خالد قائد القوات البحريه اللي اتكلم عن اهميه هذه القاعده ودلالتها والشغل اللي هيحصل فيها. نتابع مع حضراتكم ونرجع تاني. اليوم
تنضم إلى سلسلة الإنجازات المحققة أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 مليون متر مربع، والتي بالإضافة لموقعها جيوستراتيجي تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس وبجلاء ووضوح التزام الدولة المصرية بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة الدولية ومنع الهجرة الغير شرعية، إضافة إلى تأمين مقدرات مصر الاقتصادية بالبحر في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم، كما تتيح القدرات الذاتية للقاعدة القيام بكافة المهام العملياتية والتدريبية واللوجستية، إضافة إلى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة. معنا على التليفون بينضم لنا للتعليق سياده اللواء اركان حرب ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. مساء الخير يا سياده اللواء، اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا بك يا استاذ لبنى، واهلا بزملائي العمل في الاستوديو الذين دعوني، واهلا بكل الساده المشاهدين لقناتكم الكريمه. اهلا وسهلا بحضرتك سياده اللواء. اهميه هذا الحدث، الاضافه الاستراتيجيه الجديده اللي تضاف للقدره العسكريه لقواتنا المسلحه. طيب حضرتك اتكلمتي في المقدمه على القواعد اللي انشات خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، من ضمنهم قاعده عسكريه واثنين قاعده بحريه. ايوه فندم. نفرق بين حاجتين مهمين عشان المشاهدين بتوعنا، انا وانت مسؤولين عن تثقيف الانسان والاخذ بيده. اتفضل يا فندم. قاعده عسكريه يعني معناها قاعده تحتوي وقدرتها على استيعاب القوات البريه والبحريه والجويه والدفاع الجوي، كل التخصصات، وده يتمثل في قاعده محمد نجيب العسكريه. اسمها قاعدة عسكرية. نعم. ودي اللي بتحتضن كل التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. دي ليها فلسفة يا لبنى لازم تتعلميها عشان ننتبه لنقطة مهمة. اتفضل يا فندم. الدول الشقيقة والصديقة جيوش أجنبية بتيجي تتدرب عندي. كل منهم عين غريبة. أنا حددت المسرح اللي بيتم فيه التدريب البحري والجوي والدفاع الجوي والقوات البرية، مسرح محدد وثابت في قاعدة محمد نجيب اللي هي كانت زمان بنسميها الحمام، عشان ما تبقاش كل ارض مصر مستباحه. نتفق على هذا الامر، ودي منطقه ثابته للتدريب، في منطقه ممثله في البحر الاحمر، وفي منطقه لرمايه القوات الجويه برضه متحدده، مش كل ارضك يا مصر مستباحه للناس تتفرج عليها وتشوف نقاط القوه والضعف اللي فيها. طيب نتكلم على اثنين قاعده بحريه انت اتكلمتي عنهم، واحده كانت من يناير 2020 من سنه ونص تقريبا في برنيس، وقاعده في النهارده بنفتتحها في جرجوب. طيب نخلص اللي احنا بنفتتحها النهارده دلوقتي. اتفضل. انت عندك مصر الجغرافيا دايما بتتكلم عن كل الدنيا. اما تدرسي جغرافيا، والجغرافيا هي جزء رئيسي في حياتك انت كانسان، تقدري تفهمي الدنيا فيها ايه وبيحصل فيها ايه. جغرافيا مصر. مصر واقعه على ناصيه البحر المتوسط والبحر الاحمر. مصر مساحتها 2 كيلومتر مربع. لها شواطئ بحريه تتجاوز ال 2000 كيلومتر وشواطئ بريه تتجاوز ال 2000 كيلومتر. الشواطئ البحرية البحر المتوسط يصل إلى 1000 كيلو، البحر الأحمر يتجاوز ال 1100-1200 كيلو متر. كان زمان التهديدات البحرية والتهديدات العامة والتحديات اللي بتواجه المصريين، كان يمكن لقاعدة اسكندرية البحرية بالتمركز البحري فيها هي أبو قير واسكندرية يغطوا كل التأمين للاتجاه الشمالي أو لبقية الاتجاهات المصرية بالتواجد في قاعدة اسكندرية. التحديات والتهديدات اتغيرت يا ربنا خالص. وقطع البحريه ونوعيتها ومهامها وتسليحها وخطورتها اتغيرت بطريقه غريبه جدا. ثم نوع التهديدات اللي طرأ على المسرح المصري، سواء من الارهاب، سواء من التهريب، سواء من الهجره غير المشروعه، سواء من التحديات اللي في المياه الاقتصاديه المصريه في شبه البحر المتوسط، سواء التهديدات اللي بتجيلي من اتجاه الاستراتيجي الغربي، كل ده فرض على مصر ان هي تبقى متيقظه ومتنبهه في هذه الفتره من عمرها اللي عقبت 2011 وما سمي الربيع العربي وما سمي الفوضى الخلاقه. ما نفعتش في مصر. خدي بالك يا لبنى، لو نفعت في مصر المنطقه سقطت. انت المفتاح وانت الركيزه وانت العصب بتاع هذه المنطقه. تمام. طيب انا بعمل القاعده دي ليه؟ زي ما قلت لك كان زمان التهديدات تحت السيطره وسرعات القوات البحريه في العالم واكيد تجهيزاتها على قدها. اما الدنيا اتغيرت وحصل تطور رهيب في التسليح والتطوير والمعدات الفنيه والتجهيز، ما يستدعي ان مصر يكون عندها عده قواعد في البحر المتوسط تستدعي ان نعيد التمركز والعمل من اماكن متعدده. لذلك تلاقي
مين العريش جاهز للاستقبال، بورسعيد جاهزه للاستقبال، اسكندريه، مرسى مطروح، جميل. ثم من مرسى مطروح للحدود الغربيه في السلوم كان المسرح ده فارغ، ده يزيد عن 240 270 280 كيلو. اما بحتاج لنقل قوات بحريه او نقل قوات بحريه للعمل في الاتجاه الغربي او نقل قوات بريه، كنت بحتاج مجهود عشان انقل من مطروح او اسكندريه. طيب النقل ده مكلف في استهلاك ساعات التشغيل للمعدات وللانسان، بيستهلك. طب لو بنيت قاعده في الاتجاه ده وبقى عندي ركيزه هتكلفني النهارده قرشين، لكن هتخدم عليا طول العمر السنين اللي جايه، يبقى ارخص على مصر، ارخص. وبالذات ان المعدات اللي انا بستوردها والقطع البحريه هي بالنسبه لي فلوس، وانا فلوس المصريين انا ماضي عليها يا لبنى. الجيش المصري ماضي على الفلوس دي، ماضي على القطع البحريه والقطع الجويه والدفاع الجوي والصواريخ والطيارات والدبابات والبنادق والذخيره. الجيش المصري ماضي وصل امانه للمصريين. سانفذ المهام اللي تطلبوها مني يا شعب مصر بدون او باقل خسائر. ليه؟ لان ربنا مراقبني انا بستخدم المعدات دي ازاي، وهقف قدام ربنا يسالني عليها ازاي. من هنا كان انشاء هذه القاعده في هذا الاتجاه. انا لا اهدد مخلوق يا لبنى، انا ماليش علاقه باي حد، انا ماليش خصوم وماليش مصالح في اراضي غيري ولا في بحر غيري. انا بس عندي مياه اقتصاديه، اذا البحر سمح ب 200 ميل بالعمق من الشواطئ المصريه من السلوم لرفح ادخل 200 ميل في البحر، ادخل. طب ما عنديش 200 ميل يعني 380 كيلو، يبقى نص المسافه بيني وبين الجار، يطلع الجار ده قبرص، يطلع اليونان، يطلع تركيا، يطلع زي ما يطلع، اهلا وسهلا بيه، انا بحترم حدودي كما نص عليها القانون. طب ده يستدعي وجود قوة عسكرية بحرية ويعاونها قوات جوية جاهزة لمواجهة ومجافحة أي طوارئ؟ قاعدة كرجوب هتضيف لي في هذا البعد عمق جديد، هتزود لي عمق في هذه المنطقة وتخليني أأمن الشاطئ الجنوبي لأوروبا من الهجرة غير المشروعة اللي بتمثل تهديد لأوروبا، تعيش الشواطئ المصرية تحت السيطرة. إنما وجود القاعدة دي فيها لانشات مرور، فيها قطع بحريه كبيره طراده او فرقات او مدمرات، ده معناه ان انا عندي القدره هذا المسرح يبقى امن ومسيطر عليه. طب هل اقدر من هنا انافس تامين الاساطيل التجاريه اللي بتعبر اذا طلب مني طبقا للاتفاقيات الدوليه ان انا امن الاصول المصري او اي اساطيل تعمل في هذا المحيط البحر المتوسط؟ اقدر بهذه القدره، ده يعاون ويخفف الضغط والعبء على مرسى مطروح واسكندريه وبيت القاعد. ايوه يا فندم. طيب اعباء جديده على القوات البحريه المصريه؟ ايوه اعباء جديده. انا موجود كده، القوات البحريه موجوده كده، قائد القوات البحريه وكل افراد البحريه المصريه وكل الجيش المصري هو اذرع لشعب مصر جاهز لتنفيذ اوامرك واوامر المصريين في لا زمن وبدون او باقل خسائر. طيب. دي المهمه الرئيسيه. طيب عايز اضيف نقطتين مهمين برضو. هذا الامر بيضيف ليا ان انا قدرتي على تنويع وتطوير واستخدام السلاح ايا كان نوعه، شرقي غربي شمالي جنوبي، اعتمادا على مين يا لبنى؟ على لبنى عسل، اعتمادا على الانسان المصري اللي عنده القدره على استقبال والتواؤم مع هذه المعدات ايا كانت وفي سرعه شديده جدا. طب معلش الجزئيه دي نوضحها اكتر يا ست اللواء، العلاقه بين القواعد العسكريه والتحديث اللي حصل في الفرقاطات وحملات الطائرات والمروحيات، يعني هل التحديث اللي حصل في الاسلحه المتاحه عندنا تستلزم قواعد عسكريه تتناسب مع الشغل اللي حصل ده؟ ايه العلاقه ما بين الاثنين؟ لا التحديث ده اضافه وتطوير للانسان المصري ومعداته وقواته المسلحه في اي مكان. انما القاعده البحريه بتستقبل، تحط فيها لانشات تستقبل، مدمرات تستقبل، فرقاطات تستقبل، ضفادع بشريه تستقبل، قوات خاصه بحريه تستقبل، لكن ما تستلزمش قواعد عسكريه احدث؟ لا مؤكد يا استاذه لبنى. كل ما بعمل قاعده جديده اضيف ليها كل ما هو متطور من تكنولوجيا، سواء تجهيزات فنيه او اداريه او لوجستيه، كل ما يتطلبه العلم الحديث انا بضيف. انا باخد بايدين مصر الامام على التوازي يا لبنى. على فكره كل ما هو بضيفه جديد في هذه القواعد بقدر احدثه في القواعد الاخرى. بقول لقائد السويس البحريه، بيجي قائد القاعده البحريه في السويس ويشوف ايه التطورات اللي هنا ويبتدي يطور في قاعدته. قاعده برديس اللي بقى لها سنه ونص يحصل فيها تطوير. احنا خدي بالك، انا قلت لك انا مسؤول قدام رب العزه عن المعده اللي في ايدي وعن هذا البلد.
يا أستاذة لبنى، القوات المسلحة المصرية لا تملك رفاهية إن هي تذاكر عشان تنفذ المهمة. يجب أن تكون في المكان والزمان وكل الاحتياجات جاهزة لتنفيذ أوامرك وأوامر المصريين. ما عندناش رفاهية إن أنا استنوا لما أذاكر، لا، مصر لا تحتمل هذه الرفاهية. نقطة يهمني أوضحها لك برضو عشان أنا عشتها من صغري في القوات المسلحة. تواجد القوات المسلحة في أي اتجاه يا لبنى بيمثل امتداد، بداية امتداد لأذرع العمران. يعني إيه؟ يعني وجود العمران في منطقة زي جرجوب اللي بينها وبين الحدود الغربية مسافة بسيطة، هيفتح لي محور عمران في الحتة دي، وهلاقي مساكن وبيوت ومدارس وجامعات وأسواق وأرض بتتزرع. صحيح. طب هلاقي الكلام ده في برنيس، ويتربط همزة وصل ما بين برنيس والسودان في وادي النيل. اطمني، القوات المسلحة تواجدها بيفتح أذرع العمران، وإحنا محتاجين كده، محتاجين جيل في المرحلة الحالية يرسم لي خريطة مصر كمان 200 سنة 300 سنة. أنا عايز ولادك وأحفادك يا لبنى بعد سنين طويلة يترحموا عليكي ويترحموا عليا، يقولوا الله يرحم الجيل اللي عاش من 2011 ل 2030 و40، بص لمصر كمان 100 سنة شكلها إيه و200 سنة، وخطط لهذا الأمر وزرع الأرض وفتح المصانع وعمل البنية الأساسية للاجيال القادمه عشان ما نتحوكش وعشان ما نمدش ايدنا وما ناخدش خض من مخلوق بفضل الله، واولادك يعيشوا محترمين مرفوعين الراس عندهم قوات مسلحه بتمثل الدرع والسيف كما قال الراحل انور السادات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء اركان حرب ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. ده بالفعل يعني حتى الغير مختص بالشان العسكري هو يشعر بانه مرتاح، يعني فرحان، حاسس ان بلده قويه، بلده بتامن حدودها، بتامن مقدراتها، بتامن ثرواتها، بتامن الشعب نفسه. فبالتالي ده الاحساس اللي بيجي بشكل مباشر للمواطن المصري، انك تشتغل على انك تنمي وتعمر بلدك، وفي نفس الوقت تبقى مالك قوتك ومالك امرك، ويكون الكلمه مسموعه، ويكون في رساله رضا، وانك تكون دوله قويه في محيطك. وده ليه علاقه لما بنتكلم على المنطقه العربيه ومع الازمات والتهديدات والأطماع الإقليمية من دول بعينها إحنا عارفينها. فبالتالي مصر هي حجر الزاوية، مصر هي اللي واقفة بقوة أمام كل هذه المخططات وأمام كل هذه الأطماع الحية. فكان في كلمة مهمة وتويتة للشيخ محمد بن زايد النهاردة بعد حضوره لافتتاح قاعدة 3 يوليو، قال فيها: سعدت بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية في منطقة جرجوب مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي، نشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية. كمان زي ما بقول لحضراتكم قاعدة 3 يوليو تصدرت تويتر، وكان في هاشتاج أو يعني كان في تعليقات وكلام كتير من الناس. يمكن هنختار كده بعض التويتات اللي بتعبر الحقيقة عن فرحة المصريين وفرحة الناس بهذا الحدث. وزي ما بقول لكم المصريين والعرب كل سواء، يعني احنا لما بنشتغل لقدام ولما بنعمل حاجه بنحس لا اشقائنا معانا في ظهرنا ورانا. فزي ما بنتابع مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه اللي قال طبعا الرئيس السيسي بيعمل للتنميه والسلام، ربنا يحميك يا ريس ويحمي جيشنا، بنقلب بسرعه بلحقش اقرا. يعبر هذا الحدث عن هيبه، ممكن تقولوا لي بس طيب يعني بشكل عام، علشان طبعا احنا بنغير التويتات بسرعة ان في كلام كتير قوي، لكن بشكل عام الناس كلها بتتكلم على ان ده فخر للدولة المصرية، احساس بالهيبة واحساس بالعزة، احساس ان كل اضافة بتحصل هي اضافة للمواطن المصري واضافة للمنطقة العربية. على مثلا ذكر المنطقة العربية، الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي قالت برضو في تغريدتها: تتوالى مشاريع تأمين النجاح بعد تحقيقه. عبارة لافتة وحلوة قوي، تأمين النجاح بعد تحقيقه. أنت فعلا اشتغلت، أنت لما تتكلم على الغاز وثروتك من الغاز في منطقة الشرق المتوسط والأطماع حواليها، أنت نجحت أنك تنقب، وأنك قبل كده طبعا ترسم الحدود والكلام ده كله. إزاي بعد ما اكتشفت هذه الثروة الهائلة اللي هي محط أطماع من أطراف كتيرة، إزاي تحافظ على الاكتشاف ده، تحافظ على هذه الثروة اللي هي ملك الشعب المصري وملك الدولة المصرية، إنك تأمن النجاح بعد ما تحقق زي ما قالت أستاذة مريم الكعبي. حقول الغاز في المتوسط، الحدود الليبية، الخطوط البحرية، السيسي لا يترك شيئا للصدفة.
ازاي تشتغل، حتى لما كنا بنتكلم من كام سنة وكان في الحقيقة بعض الانتقادات او سوء الفهم او نقص في الفهم، والناس يقول لك ايه احنا ليه بنصرف الفلوس دي على القوات المسلحه، ليه تحديث وليه تطوير وليه سلاح وليه نوعت في مصادر سلاحك وليه عملت قواعد عسكريه، وبتعمل كمان ان في رؤيه شامله انك انت شايف انك بتعمل حاجه لقدام، فلازم تكون بتامن اللي بتعمله ده، لازم تكون في محيطك ان احنا عمالين شايفين الازمات اللي حوالينا والاطماع اللي حوالينا، لازم تكون دوله بقدرتك الشامله، وطبعا القوة العسكرية لازم تكون حاضرة في المسألة دي. الرئيس السيسي يعمل للتنمية والسلام، ربنا يحميك يا ريس ويحمي جيشنا وجنودنا في كل مكان. فعلا ربنا يحميك يا ريس ويحمي جيشنا ويحمي الشعب المصري ويحمي الدولة المصرية، ودايما من نجاح لنجاح بإذن الله. نكمل مع حضراتكم في الحدث المهم اللي هنتابعه النهاردة بعد الفاصل إن شاء الله. حاضر عن نفسه فتروي مسيرة الأحداث صفحات من بطولات وإنجازات القوات المسلحة المصرية. هكذا فرضت التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية أن تحظى مصر بنقلة نوعية في منظوماتها التسليحية وقدراتها القتالية على كافة المحاور الاستراتيجية للحفاظ على أمن مصر القومي.
والوطن العربي. وبلغ التطوير مداه في أعقاب الثورة 30 من يونيو 2013، هكذا تنوعت القدرات القتالية لقواتنا البحرية لتشمل العديد من المحطات الفارقة، ومنها امتلاك مصر لحاملتي المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات. الفرقاطة متعددة المهام تحيا مصر من طراز فريم. الغواصات ألمانية الصنع من طراز 209 على 1400. الفرقاطات متعددة المهام من طراز جو ويند، فخر التصنيع الحربي المشترك ما بين مصر وفرنسا بترسانة الإسكندرية. هذا بالإضافة إلى اللانشات الألمانية الصنع من طراز عمر بن الخطاب والرب المدرع من طراز رافان. ويبقى عاما 2020-2021 حدا فاصلا في المسار الصاعد لقواتنا البحرية، والتي شهدت تدشين واستقبال المزيد من القطع البحرية، ومنها الغواصة S-43 والغواصة S-44. الفرقاطات متعددة المهام من طراز فريم، الجلالة وبرنيس. ولم تتوانى القوة البحرية عن بذل أقصى جهد لحماية مقدرات الأمة بتأمين المجال البحري المصري، وبلغت القدرات مداها بإنشاء المزيد من القواعد البحرية، ومنها قاعدة برنيس البحرية. هكذا توالى بناء قواعد مجدنا العسكرية، وآن الأوان لكي تكتمل بإضافة قاعدة جديدة، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب. إحدى أهم نقاط الارتكاز لإنجاز المهام القتالية للأسطول الشمالي المصري لمجابهة التحديات الأمنية وحماية ثروات مصر الطبيعية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط. نطاق هائل يمتد على مساحة تفوق 10 ملايين متر مربع، موقع جغرافي فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية، ونقطة انطلاق هي الأكثر قربا لدرء أي مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط. قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية. وهكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل 74 منشأة، وتضم العديد من الوحدات القتالية ومركزا للعمليات وآخر للتدريبات المشتركة. هذا بالإضافة إلى مهبط للطائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار، وسبعة ميادين للتدريب، فضلا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا. كما تضم القاعدة برجا لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا، وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا، وثلاث عمارات سكنية وميس للضباط، وخمسة مباني للإعاشة، وفندق بمسطح 6300 متر مربع يحوي 117 غرفة وجناحا. مؤتمرات تتسع ل700 زائر. منشآت رياضية تضم حمام سباحة أولمبي مدرج
لنحو 200 فرد. صالة سكواش، صالة رياضية مغطاة، وأخرى للجيم، ومسرح مكشوف يسع 600 فرد، ومبنى خدمات وميس مجمع يتسع لأكثر من 1000 فرد. تتنوع منشآت القاعدة لتضم نقطة طبية، كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تلفزيونية، بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة. نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية وثرواتها بالبحر الأبيض المتوسط. واليوم يتوج العطاء برفع العلم المصري شامخاً على 47 قطعة بحرية، إذاناً بدخولها الخدمة في قواتنا البحرية. دفاع هو الأمثل عن أمن مصر برا وبحرا. وجوا. قاعدة 3 يوليو البحرية، سادة البحار. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. زي ما كنت بقول من شوية، مش لازم تكون خبير عسكري أو استراتيجي علشان تشعر بالإحساس اللي كلنا حسينا بيه النهاردة، إحساسك بالفخر والسعادة وانت بتشوف قوة جيشك وقوة بلدك. لكن من المهم برضو ان احنا نفهم لما بنتكلم ان دايما معركتنا هي معركة وعي، انك تبقى فاهم ايه اللي حواليك، ايه طبيعة التهديدات والاخطار اللي حواليك، الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، ايه اللي وراء التحديث والتطوير اللي بيحصل في قواتنا المسلحة، ايه اللي وراء انشاء هذه القواعد العسكرية اللي كنا النهاردة بنتكلم طبعا الحدث المهم وهو افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية. هنفهم مع حضراتكم اكتر، نفهم طبيعة هذه الرؤية، الملف ده ازاي بيدار. طبعا مش كل حاجة بينفع نتكلم فيها، لكن عايزين نتكلم على الامن القومي المصري وارتباطه بالامن القومي العربي، لما نتكلم على طبيعة التهديدات والمخاطر اللي حوالينا، لما نتكلم على حماية حدودك، لما نتكلم على حماية ثرواتك ومصالح اقتصادية، نتكلم على تأمين البحر المتوسط والبحر الأحمر كمان، لما نتكلم على الأزمات اللي موجودة حواليك في المنطقة وإزاي الدولة المصرية بتتعامل معها من خلال قوتها الشاملة. بيشرفنا النهاردة في الحياة اليوم وبينضم لنا سيادة اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. مساء الخير يا سيادة اللواء، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير. طبعا مناسبة سعيدة وأنا أشرف إن أنا أكون فيها، لأن طبعا دي يعني زي ما حضرتك قلت شعورنا بالفخر كمصريين، فأنا بشعر بالفخر والتيه لأن أنا من ضمن المؤسسة العسكرية ومن بين أبنائها، فبالتالي شعوري بيبقى أعظم لأن أنا يعني في المطبخ زي ما بيقولوا، فشفت الحاجات دي وعارف تأثيرها وعارف مدى انعكاسها على الدولة المصرية كقيمة وكريادة وكمكانة وسط العالم، وبالنسبة لمحيطها الإقليمي، وبالنسبة نقول إيه للداخل المصري كإحساس بصفتي مواطن. بقى رساله الطمانه اللي وصلت لي لما بشوف قوات المسلحه على هذا المستوى من الجاهزيه والاستعداد للقتال العالي، لا انا بشعر باطمئنان واشتغل بقى براحتي، اطلع انتاج كويس، ازود الدخل القومي عشان يعود بالنفع على كل الشعب. وهو ده المدخل عايزين نبتدي بيه يا سياده اللواء. المواطن المصري ما يفهم طبيعة العمل في الملف ده، ايه الرؤية او الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية من في محيطها، ولما نتكلم على انشاء هذه قاعدة النهاردة وكان في قبلها قاعدتين تانيين، اولا الهدف نفسه او الرسالة من ورا ده ايه؟ شوفي انا عايز اوصل لمكانة معينة، عايز احقق هدف معين. انا كدولة مصرية استلمت الدولة كالرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في مرحلة معينة من عمر من 7 سنوات، كان المنظر كلنا عارفينه،
احتياطي نقدي شكله ايه اللي عندي في البنك المركزي، مستوى اقتصادي للدوله عامل ازاي، المعادله الاساس لازم اعمل اقتصاد عشان اقدر ارفع من قدرات المستوى القوات المسلحه، وفي نفس الوقت يبقى اعزز من قرار السياسي الحر. ما دي متطلبات، في اهداف لازم ارصدها، فعشان اضع استراتيجيه لازم فيها اسس تبنى على الاستراتيجيه. اهم اساس فيها ايه؟ ما اقسمت عليك رئيس جمهوريه، انا ارعى مصالح الشعب رعايه كامله، وانا احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه. جزئين مهمين جدا لازم يكونوا في الاطار وفي الحسبان، احطهم في اعتباراتي يعني. ادي واحد، اثنين، ثلاثه. المشهد هنا يتطلب ايه؟ رصد هدف قومي للشعب المصري يلتف حواليه، ثم بعد ذلك اعلي من سقف وقدرات القوات المسلحه استعدادا وجاهزيه في الخمس عناصر بتوع الكفاءه القتاليه بتاعتها، استعداد قتالي وتدريب قتالي وروح معنويه بالنسبه للشعب وللمقاتلين، اضافه الى تامين فني وتامين اداري. ادي الخمس عناصر الرئيسيه هشتغل عليهم. طب ده لمين؟ في اطار القوى الشامله للدوله، يمكن حضرتك تفضلت اثناء سردك للمقدمه وقلت القوى الشامله. كلمه القوى الشامله هنا تحتوي على 8 عناصر، الثمان عناصر دول لازم استوفيهم واشتغل بطرق متوازيه معاهم، ما ينفعش ينفصل يعني فرع او عنصر او قوه عن قوه اخرى، لكن لازم يجب ان يتعاملوا كلهم الثمانيه في اطار واحد. طبعا عندي جزء ملموس وجزء غير ملموس، المتمثل فيه الجزء الملموس الكتله الحيويه اللي بتتمثل في الارض والسكان اللي عليها، فده لازم دول يكون لهم مستوى شويه، عشان كده عملت بقى اللي ايه المشروعات التنمويه والحمائيه. هنا البعد الاقتصادي. لسه البعد الاقتصادي ما جاش، ده اللي جاي، ده التالي. ده العنصر البشري يعني؟ العنصر البشري فيه، العنصر البشري، انا بتكلم العنصر البشري والارض بتاعتي، العنصر البشري اجراءات بالنسبه له، اجراءات حمائيه تمثلت في التضامن الاجتماعي، حياه كريمه وتضامن تكافل وكرامه، والمشروعات الحمائيه اللي ظهرت على الساحه دلوقتي عشان ارتقي بمستوى واحاول اقضي على العشوائيات او ما يهدد استقرار وامن المواطن كانسان، وارتقي بمستوى ثقافته ومستوى وعيه ومستوى علمه، خصوصا ان هو المستهدف يعني لهدم الدوله. ادي الجزء الاول، ثم الحدود المصريه، الاتجاهات الاستراتيجيه، طب يجب تامينها، يبقى الجزء الثاني اخش على القوات المسلحه. في هذه الحاله، القوات المسلحه لازم ارتقي زي ما قلت لحضرتك بالخمس عناصر بتوعها، سواء تدريبها واعدادها وتسليحها وجاهزيتها لكي تواكب العصر من جهه، ومن جهه ثانيه لكي تتناسب مع حجم التهديدات والتحديات المطرده عليا. لازم اعمل في الوصف والاعداد بتاعي الجزئيه دي تكون في اطاري، عشان كده بعمل تدريبات مشتركه على مستويات اعلى مني ومستويات اقوى مني من وجهه نظر الجلوبال فاير باور اللي صنفني ال 13 على العالم، فبعمل مع من هم قبل مني في ال 13 دول في الاعداد، زائد ان انا السادس على العالم في البحريه. طب البحريه دي تتطلب ايه بقى عشان اعدي منها؟ ليها متطلبات، السادس ده عايز متطلبات، ايه المتطلبات؟ بنيه تحتيه اللي هي ايه متمثله فيه؟ في قواعد زي قاعده جربوب اللي احنا عملناها النهارده افتتحناها، ومن سنه ونص تقريبا اللي في يناير اللي فات عملنا قدر 2020 فيها اللي هي قاعده برنيس. يعني شوف حضرتك انا بربط بس الدنيا ببعضها عشان نبقى متطلبات ايه؟ عشان نبقى قوه شامله كامله، قدرات عاليه من القوات المسلحه، لازم تتطلب التعاطي مع هذه مع الجزئيتين دول، زائد الجزء الاقتصادي اللي حضرتك نويت عنه في البدايه ده، دول الثلاثه الحيويين، المستوى كان شكله ايه وعامل ازاي؟ ارتقيت بيه ازاي؟ عشان اجيب فلوس برضو عشان اقدر اشتغل فيها في ارتقاء مستوى القوات المسلحه واقدم خدمات للمواطن المصري، كله مكمل لبعضه. تمام. كله بيمشي في اتجاه واحد. زائد الجزء بقى الدبلوماسي عشان اعزز القرار السياسي، ده الملموس خلصنا منه، نخش في غير ملموس. دبلوماسي، السياسه الخارجي ازاي، ايه دوره مكانه مصر على المستوى الافريقي او الاقليمي بمعنى صح اللي هو عربي وافريقي والمستوى الدولي. يبقى لازم اعمل شراكات استراتيجيه مع دول العالم كله عشان اصل بمرحله معينه، طب دي بتلبي لي احتياجاتي؟ بقى شريك متضامن معايا؟ يبقى القرار السياسي اللي هيتاخد محايد، خمس دول رئيسيين في مجلس الامن اصحاب الفيتو لازم اعمل معاهم شراكات استراتيجيه، عملت بالفعل مع الصين. القرار السياسي محايد. للاخرين، يعني انا لما اخش يحيدهم يبقوا معايا. ما يضغطش عليك، ما يضغطش عليا، لانك انت منوع شراكاتك. فيضغط عليا ضد انا مصلحته، فلازم احيده الاول او اخليه معايا، ما يبقاش ضدي، المهم ما يبقاش ضدي. تمام. يبقى بالتالي الخمس الدول دول اشتغلت عليهم على هذا الكلام، انا بتكلم استراتيجي مع بعض. ايوه فهمت. فبالتالي خدت ايه؟ شراكه استراتيجيه مع الصين، مع روسيا، مع انجلترا، مع فرنسا، اسف، مع الولايات المتحده الامريكيه، وعملت علاقات متوازنه مع انجلترا. فعملت كده الاطار ده، فبالتالي ضمنت ان يبقى الفيتو بتاعي اللي ضد قراراتي السياسيه على الاقل محجم. انا بكلمها على فلسفه الدوله المصريه. ودبلوماسيه الرئاسه اشتغلت بقى في المجال ده، يعني فعلت دبلوماسيه الرئاسه من خلال السيد الرئيس نفسه شخصيا، ثم دبلوماسيه الحكومه المتمثله في الدوله نفسها الوزير سامح شكري، ثم دبلوماسيه المعلومات من اجهزه المخابرات، ده اللي هي فيها السيد اللواء عباس كام. يعني المجموعه دي مع بعضها ادتني الاطار الخارجي للسياسه العامه للدوله المصريه.
حققت فيها نجاحات، عززت من مكانتي، بقيت عندي مفتاح الحل لكل المشاكل الدوليه والاقليميه اللي بتهدد الاستقرار، اللي بتهدد في نفس الوقت القدرات القتاليه اللي لازم اواكبها. المشاكل دي من لما صفرها مش هحتاج ان انا استنزف قوات المسلحه، فبالعكس انا بتعلم منها واعزز منها عشان تعمل ردع للاخرين. عشان كده بنتكلم على الحلول السياسيه. لازم عندي حلول سياسيه الى ان اصل الى الحل اللي انا عايزه. لو اضطريت الى التدخل العسكري يبقى عندي قدرات مسلحه جاهزه تقدر تعمل اللي انا عايزه. ادي الاطار السياسي الخارجي. السياسي الداخلي استقرار داخلي بقى، اعمل دستور بقى واعمل مجلس نواب واعمل 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 ايه الايه الاستقرار السياسي الداخلي، مؤسسات الدوله تشتغل، يبقى فيه نظام دوله، دوله باركانها كامله شغاله من خلال مؤسساتها المعنيه. ادي الجزء الثاني. الجزء الثاني الروح المعنويه للشعب المصري. لازم ترتقي ويبقى عندي اظهار للحقائق، مكاشفه باستمرار، مصارحه باستمرار، نتائج على ارض الواقع. يعني ما سيبش بقى الاخرين يتم مصداقية وثقه. ثقه ومصداقيه لازم، لان هو بيلعب على المصداقيه والثقه. الاخر يشكك في اي حاجه بتعمل، يشكك في اي حاجه بتعمل، فلازم اظهر له الحقائق. عملت بقى مركز معلومات دعم اتخاذ القرار عشان يفند الشائعات ويقدم لي الحقائق بتاعتها. ده خدي بالك ما كانش موجود الكلام ده. طلعت متحدثين رسميين لكل العناصر داخل الدوله، القوات المسلحه، الشرطه، سجلها في الصفحات الرسميه يعني، كانوا متحدثين وهكذا. كل ما مؤسسه او دوله او وزاره من خلالها متحدث عسكري عشان يقدم حاجه، فترد بسرعه عشان ما تبقاش في مجال او مساحه لاي ما تديش فرصه للاخر انه يملأ الكوبايه واشربها انا غصب عني مجبرا. دي الروح المعنويه للمواطن ويسد اي بالظبط. لازم يبقى عنده هو مستنفر بطبيعته. فما خليش يتاخد مني ويحقق يحققوا اهدافهم على حسابي بيه. طب ادي جزء. الجزء الثاني المعلومات والتكنولوجي. ارتقاب منظومه المعلومات. فحتى فكره ان انا اعمل مركز للمعلومات الموثقه داخل الدوله المصريه، عملت هذا الكلام، ولم كل المعلومات عن مصر واحطها في هذا المجال، يبقى عندي كنز كده. والتحول الرقمي والميكانيكي. ما تخش عشان مواكبه التكنولوجيا بقى. معلوماتي وتكنولوجيا مع بعض، اشتغلت الاثنين دول مع بعضهم كده. زائد بقى الجزء الاعلامي، وانا نفسي بقى يكمل منظومه الاعلام دي باستحقاق نقول التاسع من خارطه المستقبل اللي هو ميثاق الشرف الاعلامي. لو اتفعل هذا الكلام يبقى انا كده حققت كل ايه؟ متطلبات القوى الشامله للدوله لتحقيق الامن والاستقرار داخل الدوله المصريه. ارجع بقى اديكي للايه؟ لقاعده جرجوب. المحور العسكري. اللي هو المحور العسكري اللي احنا شغالين فيه ده. دي القاعده دي عشان اعمل فيها تدريبات مشتركه. يبقى لازم يكون فيه متطلبات التدريبات المشتركه عشان لما تجي لي حد يبقى فيه فندق اقامه، فيه مش عارف ايه، اللي هي المشتملات اللي قالها التقرير من شويه. في مراكز، في ملاعب، في ميادين تدريب، في غرفه المؤتمرات والاعاشه وكل الكلام ده. كل الكلام ده كله لازم يكون ملبى عشان لما تيجي قوات مشتركه عشان تعمل معاها تدريبات مشتركه من دول كتير وشريقه يبقوا يقعدوا هنا في المكان ده، زي ما في موجود في محمد نجيب، زي ما موجود ايضا في قاعده برنيس. يعني عايز اقول لحضرتك ان الكلام ده متكامل وجاهز في الجزئيه دي. طب ايه تاني؟ هل ده فقط بس اللي داخل القاعدة؟ لا، القاعدة دي قاعدة بحرية، تمام؟ ايه هدف الهدف منها؟ انها يبقى لها يعني لازم تكون نقطة انطلاق لمجابهة كل المخاطر اللي ممكن تحدث في المنطقة، وتقال كده، لتحقيق ايه بقى؟ ان دي رسالة سلام وتنمية زي ما قائد القوات البحرية قال سيد الفريق احمد. قال ايه؟ رسالة سلام وتنمية. طب رسالة سلام منين؟ ما هو انا لما اكون قوي ما عادش عارف ياكل لقمتي. العافي محدش ياخد رجل صح كده؟ صحيح. بالظبط. فبالتالي لازم انا اكون عافي. عافي يعني قوه. طب انا الاخر بقى هيرتدع، فانت بتحقق السلام. حقق السلام واجبرته على السلام. انت بتدل القوه ترادع فما جاش فما عملناش حاجه. بالظبط. خدت بالي حضرتك؟ طب التنميه تيجي منين؟ ما هو الاستقرار ده في حد ذاته هيخلينا اشتغل. صح. هو الشغل ده هيجيب انتاجيه، والانتاج ده تنميه، والتنميه دي هي الجزء الثاني. فعشان كده القاعده رساله سلام وايه؟ وتنميه. ارجع تاني واكمل لحضرتك. كان سياده اللواء حرب ناجي شوت معنا على التليفون برضو من شويه، قال لك ان في اي قاعده عسكريه او تواجد للجيش في اي منطقه بيعمل شرايين ومحاول للتنميه ومجتمعات عمرانيه، فبرضو بيبقى فيه امتداد ليه. بالظبط. ده جزء. المنطقه دي كانت ما بين مطروح والايه؟ والسلوم. يعني مسافه متوسطه كده بين مطروح والسلوم. يعني النجيله، المنطقه اللي ما بين براني والنجيله دي، فالمنطقه هنا كانت تتطلب وجود احياء للحياه يعني. تستثمر. لما اعمل هذا الكلام على 10000 يعني تقريبا 10 مليون متر مربع كمساحه فيها هذه القاعده، لا ده اكيد في محاور هتبتدي تشتغل عليها. بس اختيار المكان وجرجوب تحديدا
ما هو ده انا عندي. بصي حضرتك كانت لو بصيتي تحت بقى السنه ونص اللي فاتوا دول عملت برنيس كانت فين؟ في الجنوبي الشرقي صح؟ عندي مدخل قناه السويس اللي داخل على احد اهم مصادر الدخل القومي المصري، امنتها في كمان مثلث التنميه اللي موجود هناك، يبقى انا امنت التنميه والايه؟ والتجاره اللي موجوده في المنطقه هناك من خلال قاعده الايه؟ قاعده برنيس. والاتجاه الجنوبي الاستراتيجي الجنوبي اتامن من خلال هذه القاعده ايضا اللي موجوده في البحر، اضافه الى الاتجاه الشرقي. يبقى انا عملت جزئين. طب انا الاتجاه الشمالي الغربي اللي هو ايه؟ العكس بتاعه. العكس بتاعه الناحيه الثانيه فين؟ اتجاه الشمال الغربي، امنت السواحل بتاعت الشمال والعمق الجنوبي بتاع الغربي بتاع مين؟ بتاع ليبيا. يبقى انا امنت هنا الجنوبي الشمالي الغربي وامنت هنا الشرقي الجنوبي، يبقى الدوله كلها ايه؟ اتامنت من قاعدتين في الزوايا بتوع او اركان الدوله. وانت كده ايدك طايله بحر متوسط وبحر احمر في نفس الوقت. 1100 كيلو متر على البحر الاحمر، على البحر المتوسط اللي هم من السلوم لغايه رفح تحت سيطره خلاف قاعده محمد نجيب، انا بكلمك بس على جرجوب بس كقاعده بحريه. وفي نفس الوقت ما هنا دي ركيزه، مش هو قال لك نقاط ارتكاز ونقاط مراكز لا الانطلاق لتامين تقديم الدعم هي ان القوات البحريه اللي موجوده في عندي قطع بحريه بتقعد بثلاث اشهر، وفي قطع ثانيه ما بتستوعبش الكلام ده، فممكن ايه اعمال التامين والحراسه تتطلب متطلبات لتامينها من وقود وذخيره وعاشه وهكذا، فلازم ابقى عندي مكان يقدر يوصل هذا الكلام للعناصر المقاتله اللي موجوده في من القطع البحريه اللي موجوده في المكان ده، اضافه لمتطلبات المكان نفسه، زائد ان انا عندي ركائز اقتصاديه موجوده تتطلب حمايه اللي هي ركائز الغاز والبترول والنفط اللي موجود، يعني كل هذه المقومات او الركائز اللي موجوده في شرق المتوسط، زائد محطه الضبعه النوويه اللي خلال فتره وجيزه هتنتج لي كهرباء وتضخم لي من قيمه الطاقه اللي موجوده عندي. لازم يبقى لها حمايه وتامين وحاجه قريبه منها، ده في الضبعه ودي جنبها في جرجوب، يعني المسافه بسيطه جدا بين الاثنين، فدخل في الدخل تقع في نطاقها، بقت هذه المحطه بين في مسافه متوسطه ما بين محمد نجيب وما بين جرجوب، يبقى انا كده النهارده امنت بريا وحريا وجويا وخلال الدفاع الجوي ايضا هذه المحطه المحطه الطاقه النوويه اللي موجوده في الضبعه. طيب في دلتا جديده بتتعمل، الدلتا الجديده دي اللي موجوده في محور الضبعه، يعني 1.5 مليون فدان، كان نص فدان انتهت من القوات الجويه، وفي مليون بتاع الدوله شغاله فيه من خلال وزاره الزراعه، فعايز اقول ان المجال ده دلتا جديده شارين جديده بتشتغل، ده انتاج، وهنا التوسع الافقي لازم له حمايه، الانجازات الداخل مطلوب لها حمايه، فالحمايه دي تتاتى منين؟ من وجود بنيه تحتيه لقواعد تتواجد فيها قوات عشان لما تطلب في اي لحظه لا جاهزه ومستعده ومتاهبه، متدربه كويس، معده كويس، عندها التسليح الجديد والمتطور، عشان كده ايه؟ تبقى للاكواد العالميه للقواعد البحريه، ما مش حاجه كده ومعموله وخلاص، ارض مفتوحه 10 مليون فدان 10 مليون كيلو متر مربع ونعملها وخلاص، لا ده كله مرتبط ببعضه عشان يؤدي لي الغرض اللي انا عايزه، ايه الغرض اللي انا عايزه؟ تحقيق متطلبات الامن القومي المصري. طيب الثلاث قواعد دول بيبقى فيه فروق نوعيه او جوهريه ما بينهم ولا هي عمل تكاملي يعني بيكملوا بعض في الشغل؟ هو كله بيكمل بعضه كعمل. لكن في النهايه كله منوط بما بالمهام الموكله اليه. ده مسؤوليه تامين، مسؤوليه انطلاق، مسؤوليه اجراء تدريبات، كل الكلام ده في المناطق دي. انا عندي الولايات المتحده الامريكيه بتحب تدريباتها تجريها في كنجم ساطع وما شابه في محمد نجيب، ده بقى لها عمر، بقى لها باع على كده، كانت تيجي في منطقه الحمام وتعمل هذا الكلام، فقمت عامل القاعده هناك وعظمت من قدراتها وعظمت من ادواتها عشان تحقق اللي انا عايزه. النهارده الدول الكبرى والعظمى بتحاول تتقرب من مصر وتكتسب منها الخبرات، لان مصر الحمد لله دوله متقدمه في المجالات المختلفه، عندها ما ليس عند الاخرين، المقاتل الراجل المصري، المقاتل المصري، العنصر البشري المتفرد اللي هو غير استراتيجيات العالم في 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 التجهيز والاعداد العسكري. بمعنى ايه؟ 73 كانت هي نقطه الفصل اللي اظهرت للعالم مدى كفاءه المقاتل المصري، كل المقاييس وكل الاعراف كانت بتقول ان المقاتل المصري ده لن يستطيع عبور قناه السويس ولن يستطيع التواجد شرق القناه ولو لمده ثانيه، لانه هيبات في الفاصل، يعني قبل ما يوصل للقناه هيكون ابيد تماما من خلال النابالم من خلال لكن هذا المقاتل الفذ اللي قدر يعبر ويحقق المستحيل ابهر العالم، فهذا المقاتل هو الموجود لانه يمتلك عقيده مش موجوده عند حد. طيب هنا الشركاء الاستراتيجيين لما اتكلمنا على المناورات برضو اختيارهم ومناوره قادر 2021 اللي حصلت النهارده مع افتتاح القاعده يا سياده اللواء. شوفي متطلبات الامن القومي تتطلب ان التدريبات المشتركه اللي بجريها تبقى ماشيه في تحقيق الهدف. يعني رحت باكستان، رحت روسيا، رحت الصين،
رحت ميدوزا في اليونان وقبرص، خدي بالك من الدول المجاوره للدول اللي انا معاها. فالاختيار مش عشوائي، مش عشوائي. في هدف وتحدي معين، فانا بختار مين هعمل معاه. بعمل تدريب مع السودان ليه؟ بعمل تدريب مع المملكه العربيه السعوديه ليه؟ بعمل مع تدريبات مشتركه مع الامارات والاردن ليه؟ يعني بص على الاماكن وشوف الدول الجوار وتعرفي الاستراتيجيه بتاعت اختيار الشركاء لتنفيذ المناورات والتدريبات المشتركه. كامن قومي عربي لا، الا ينفصل على الامن القومي المصري، بدليل اننا المغرب ولبنان لو ما اشتركتش بقوات بعجبها مراقب. يعني بحاول افعل الدور العربي في بالكامل. حتى وهي كانت لبنان منفصله شويه او كده. اليمن في الموج الاحمر دخلتها في ظل الظروف اللي بتتعرض ليها اليمن دلوقتي، وحاله الصراع الداخلي اللي موجوده جواها، والاحداث يعني نقول الملتهبه. بس انت عندك تهديد في البحر الاحمر، فلازم ادخلها معايا. اشركتها معايا جيبوتي، اشركتها معايا في الموج. يعني الموج الاحمر ده دول عربيه كلها مشاطئه لمين؟ للبحر الاحمر. عملت فيها تدريبات مشتركه معاها. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول وبرسخ لمفاهيم ان احنا كدول عربيه امننا القومي لا يتجزأ، طالما دول عربيه وكلنا مسؤولين من بعض. عشان كده تيجي اللحمه العربيه، وبدليل النهارده كان في مين؟ بعض الدول العربيه كانت مشاركه معانا لاحتفالاتنا بافتتاح قاعده جرجوب 3 يوليا. وكانوا مشاركين وفخورين ان ده الدول المصريه. لان هقول لحضرتك على حاجه، هم كل العالم العربي مدرك تماما لا قدر الله سقطت مصر هم بالكامل هيضيعوا، فبالتالي يجب ان يقفوا الى جوار الدوله المصريه، وفي نفس الوقت مصر لم تتركهم، قالت مسافه السكه. صح؟ صح. وبالتالي تواجدنا. طب خلينا نتكلم في المحور ده لان مهم وفي دلاله ورساله كمان. وكلمه سياده العميد ياسر وهبه الحقيقه كانت كلمه قويه قوي قوي عن قوه الجيش المصري واستعداده ان هو يضحي بروحه علشان يعني يحمي مقدرات الشعب المصري والامن القومي المصري والامن القومي العربي اللي لا يتجزأه. هنسمع جزء من كلمه سياده العميد ونرجع لها بالتحليل والقرايه مع سياده اللواء. سياده الرئيس، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها، وتعي مصر جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وسعي مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام. فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعاً عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله. ودروس التاريخ تؤكد للقاسي والداني أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا أن تفرط في حق من حقوقها. ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع أمتها العربية رأسها إلى عنان السماء، وكما يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبى التعدي، أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي؟ لا والله لن يكدر وردي. تأتي الرياح بما تشتهي السفن، لكن على السفن ألا تأمن غضبة الرياح. ورياح جيش مصر رياح رشيدة لا تثور ولا تنتفض إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي المصري والعربي، فإنها تتحول إلى أعاصير لا تبقي ولا تذر. ورجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيدا
طبيعة مهامهم في الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة، ويقولون لشعبهم: إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. ربنا يحمي جيشنا وبلدنا يا رب. الحقيقة كلمة قوية جدا ومهمة قوي، وكلام كتير تقرأ بين السطور، ورسائل كتيرة هنتوقف أمامها. تعليقك الأول يا ست اللواء. تعليق ان انا بشعر بالفخر دايما لما الست العميد ياسر وهبي بيتكلم، لان طبعا يعني بينقل نبض، نبض القوات المسلحه ونبض الشارع ونبض المواطن في كلماته الموجزه البسيطه اللي بتشكل وجدان، واللي بتغير مفاهيم، واللي بتوضح امور بين ثنيات هذه الكلمات. صحيح. يعني فعلا احنا طبيعتنا جابولنا على ذلك: ان لم نستطيع حمايه الوطن فباطن الارض اولى بنا. ولن يروع مواطن مصري، حتى الرئيس قالها: نروح نموت احسن. قبل كده وهو لابس الزي العسكري: لا، لن نسمح بترويع مواطن مصري ولا تخويف مواطن مصري، وان حدث فنروح نموت احسن. الكلمه دي اتقالت قبل كده، وهنا بتتكرر اهي: فباطن الارض اولى بنا. نفس الكلام، نفس المعنى، نفس المضمون، الرسائل واحده، والدور دور القوات المسلحه الناجز خلال المرحله اللي احنا بنعيشها دلوقتي، اللي هي فعلا حامت البلد في 3/7، حامت البلد ولا زالت تستمر في هذا الكلام، تقدم الدعم كقاطره للتنميه في كل المجالات للدوله المصريه، عشان انها من بين جنباتها ومن بين ثنياتها، لان القوات المسلحه مش مرتزقه، ده من اب وام مصريين وجد مصري اللي بينتسب للقوات المسلحه، ما بيجيش حد احنا ما عندناش مرتزقه في القوات المسلحه، فدول اولادنا واخواتنا واهلنا ومسؤولين عن تامينها وحمايتها. عارف، لفت نظري حاجه برضو، دلالات اختيار الاسماء، يعني اسماء مثلا لرموز وشخصيات عسكريه كانت يعني ما كانش حد بيفتكرها ومهمله، عادت الجيش المصري ورئيس عبد الفتاح السيسي ليها التكريم والتقدير بالوفاء. واحداث هامه في تاريخ شعبنا بتظهر الارتباط الوثيق بين الشعب والجيش، زي 3 يوليو النهارده. بالظبط، ربط 3 يوليو بافتتاح قاعده زي كده بالاهميه بمكان، عشان يبقى الحدث الجميل ده نستوعب منه يفضل على طول. ان عوده الروح للجسد المصري في 3/7 استتبعها ايه؟ استتبعها احتفاليه زي كده، ودي لا، ما دي نتيجه، ده حصاد. يعني حصاد 3 يوليو 2013 بنشوف رؤيه العين النهارده في افتتاح قاعده جرجوب. ليه؟ احنا بنقول وصلنا لفين؟ من خلال ايه؟ القدره السياسيه الذكيه والواعيه والمدركه لحجم المهام والمخاطر والتحديات المحدقه بينا، وفي نفس الوقت رؤيتها المستقبليه للنهوض بمصر من خلال المحاور اللي احنا طرحناها في البدايه. ازاي نتحرك على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه؟ ازاي نتحرك من خلال القوى الشامله للدوله عشان نحقق اللي احنا عايزينه؟ طب نرجع لكلمه سياده العميد ياسر وهبه، لان في كلمه وقلت ان في كلام كتير نقراه بين السطور ورسائل. تمام. سواء للداخل المصري او لاي حد بيهدد او فاكر ان هو بعيد عن قدرتنا. لما يسال ما فيش يخطئ من يظن انه بعيد عن قدرتنا. يخطئ من يظن انه بعيد عن قدرتنا. يخطئ من يظن ايضا ان حلمنا ضعف، وان صبرنا تردد، وان عدم تدخلنا في شؤون الدول انكفاء او انعزالا. احنا جيش رشيد، احنا دوله حكيمه، احنا الرقم الاهم في المعادله، احنا مفتاح حل المشاكل لكل المنطقه ولكل العالم. العالم كله. طب عندك الدليل على كده؟ عندي الدليل. هو انا في 16/17 لما قدت او كنت برقص لا عضويتي في مجلس الامن، كنت عضويه غير دايمه في مجلس الامن 16/17. كنت برقص ايه هناك داخل النادي؟ الدوله الموصومه بالانقلاب والارهاب، دي كانت جمهوريه مصر العربيه موصومه في هذا التوقيت بهذا الكلام، كانت بترأس لجنه مكافحه الارهاب على مستوى العالم. يعني ادراك العالم بحجم وقيمه مصر لم ياتي من فراغ، ولكن في خلال سويعات قلائل من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اعيدت صياغه الدبلوماسيه المصريه، اعيدت صياغه الشخصيه المصريه، اعيدت صياغه الرؤيه المصريه اللي كان الاخرين بيحاولوا يشوهوها ويحاولوا يفرضوا على العالم كله، او يعني يوجدوا حاله من نقول الكذب والافتراء على الدور المصري او الدوله المصريه. لا، الجيش المصري ابن الشعب المصري، والشعب المصري خلف الجيش المصري، والجيش المصري خلف الشعب المصري، للوصول الى مصر الجديده او الجمهوريه الجديده اللي احنا بننشدها. عايز اكد واطمن حضرتك والساده المشاهدين ان الحمد لله عندنا قوات مسلحه قادره، عندنا قوات مسلحه ذكيه، عندنا قوات مسلحه ودوله مصريه ناجزه، عندنا قياده سياسيه واعيه مدركه تماما لانها بتشتغل من خلال حجم معلومات عشان تشخص كويس للمرض. رؤيه لتشخيص العلاج او تحديد العلاج، إرادة لتنفيذ هذا العلاج. الموضوع مش عشوائي، لا، ده معلومات وبيانات عن كل شيء، كل شيء.
عشان يبقى عندي اقدر اشخص المرض من خلال الخبره الموجوده عندي والعناصر المعنيه يتشخص المرض الصحيح، ما يبقاش العرض اللي يتشخص، لا يتشخص المرض. امكانيه ان انا امتلك الرؤيه الصحيحه لتحديد العلاج المناسب لهذا المرض متوفره من خلال خبراته وخلال رؤيتي لهذا الموضوع، ادي اتنين. تلاته، وده المهم قوي بالنسبه لي، تنفيذ هذا العلاج بقى، يبقى لازم تتوفر الاراده لتنفيذ هذا العلاج، ودي المتوفره. محطة كهرباء كفاية يا فندم عشان تقدر نقدر نعدي الانقطاع المستمر ده 7000 ميجا وات، مع عندي 24.5 اجمالي 31.5، ده اللي يكفيني ويخليني ما اقطعش الكهرباء. لا انا هات لي ثلاثة، هات لي ثلاثة مش واحدة، هات لي ثلاثة. وصلت ل 49.5 طاقة كهربائية، ضيف عليهم بنبان، ضيف عليهم العين السخنة، ضيف عليهم طاقة الرياح، ضيف عليهم الضبعة النووية ان شاء الله لما تشتغل. وصلت ل 58.5 لسه الضبعة النووية ما اشتغلتش، 58.5 من 24.5، ده كلام في قد ايه؟ في 3-4 سنين. وصلت بان عندي طاقة فائض. الطاقة الفائض دي اعمل فيها ايه؟ ادي الجنوب الاوروبي. يبقى انا اديت الجنوب الاوروبي، حققت له سيطرة، حققت له استقرار، بقت كل ادواته وكل عناصره معايا مش ضدي. طيب هنا لو حطينا عنوان كبير اللي حضرتك بتقوله ده في كل الملفات بقى، طبعا انه خطه الدوله ازاي بتشتغل او ازاي بتفكر لقدام في مشاريع او حاجات ممكن في وقتها نبقى مش فاهمين ايه الهدف منها وهيحصل ايه، انها تكون في رؤيه متكامله وانك مخطط ومنظم واختيار الملفات وربطها لبعض مش ربط عشوائي. يعني لما نتكلم على القدره العسكريه على سبيل المثال، لما ابتدينا في التحديث والتطوير والتسليح والحاجات دي ليه الناس كانت بتسال ايه ده كله كل ليه؟ كل دي مصاريف على السلاح، هنعمل ايه؟ بنعرف بعدين. بالظبط. شوف حضرتك، اولا في مبدا ابني المعرفه على قدر الحاجه. زائد الرئيس لما تم انتخابه، يا ده ما عندوش برنامج، ده ما عندوش برنامج. طب يا عم اصبر، ما ينفعش نعلن عن ادواتنا قدام العناصر المتربصه بيها فيفشلوا لنا الاعمال. ما هو انا لو عرفت ان حضرتك هتمشي في الطريق دون هاجي احط لك عراقيل فيه. لكن لما تفاجئ ان حضرتك ان انا موجود في الحته الفلانيه بعمل كذا، احنا كل يوم في يعني الرئيس قال كده، بتتفاجئ بعد الافتتاح بعد الشغل بيكون حصل. يعني خلص افتتحنا، افتتحنا خلاص، مش لسه هنعمل، لسه مش لسه هنعمل، لا احنا بنفتتح. ما فيش مشروع بيروح الرئيس الا اذا كان فيه نسبه تنفيذ. يعني ان كان هي حجر الاساس فيه، حجر الاساس ده ما يوضعش على هوا. لا، واللي عندنا الشاهد دل على محافظه دمياط، كانت بتدعوه في مره لافتتاح بعض الصوامع هناك، قال لك لا فين اتعمل فيها قد ايه؟ نسبه التنفيذ قد ايه؟ لا لسه يا ريس احنا هنحط حاجه الرئيس، بس قال لك لا 3 اشهر واشوف الموضوع الارض ايه. ولما راح دمياط راح والعمليه كانت بنسبه التنفيذ فاقت ال 40% وال 50% في بعض المشروعات، وفي موضوعات كانت وصلت لل 100%. عايز اقول ايه بقى؟ انا ان في الحاله دي بقول انا بشتغل، لا اشتغل، وفر لي الامكانيات عشان ما يبقاش لك حجه. عندك كل الامكانيات اهي اللي تنفذ لك العمل، وفي نفس الوقت في اشراف ومتابعه وتسليط صعاب من المسؤول عن هذا الموضوع المستوى الاعلى بتاعك، يبقى انا في متابعه. هذه المتابعه كانت مفقوده في مرحله معينه، وكانت الموضوعات بتبقى عشوائيه في مرحله معينه، النهارده لا، الموجود ده الموضوع ده متابعه واشراف. الدليل على كده في يوم جمعه السيد الرئيس ما بينزلش ويتفقد المشروعات الموجوده سواء في شرق القاهره او في غرب القاهره او في اللي تتناسب مع الوقت المتاح لي. ده الكلام ده ليه؟ ما هو الاشراف ده وتسديد الصعاب ده ليه؟ المتابعه الدقيقه ده، روح الكليه الحربيه كم مره، روح الشرطه يفطر معاهم، واللي هي ما هو دول حماه الامن القومي المصري فيما بعد. لما الرئيس يعمل كده دي اشاره بقى لوزير لمحافظ لرئيس حكي، كل واحد كل لازم ينزل يبص على الارض من دون مش يقعد في تقارير مكاتب مستوى الرئاسه يعني. ينزل بقى يشتغل في المجال ده ويتابع بنفسه يبقى في ايه. فكره الاشراف وتذليل الصعاب دي مستمره لكي نصل لما نصبغ عليه. عشان كده المخططات ربنا سبحانه وتعالى بيوفق وبتتنفذ على اعلى جوده وفي التوقيت المخطط ليها. هنفتح يوم شيء كذا في شهر كذا كذا، لا بيتم خطه التنفيذ محكمه وما بيخرش الميه. الحمد لله. الدليل سنه واحده في قناه السويس يا دكتوره، لو تفتكر دكتوره لبنى، السنه واحده بس. المفترض 3 سنين، اي عنصر مخطط يقول لك على الاقل 3 سنين. عنصر الوقت دايما الرئيس بيركز عليه انك عايز المردود بسرعه عند المواطن، يحس بسرعه. ما عندناش رفاهيه الوقت، بس هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع حضرتك ونكمل كلامنا باذن الله. اتفضلي يا فندم. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية، بجدد ترحيبي طبعا بضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. وبنصحيح بنتكلم على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، لكن كان ده مدخل انه نتكلم على الملف بشكل عام، رؤية الدولة المصرية الاستراتيجية اللي شغال عليها لبناء قدرتها الشاملة. بجدد ترحيبي بسيادة اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. مرحبا بحضرتك معانا مرة تانية يا سيادة اللواء.
ويمكن عايزين نركز على ارتباط الأمن القومي بالأمن القومي العربي، يعني أهمية حتى هذا البعد والتواجد العربي اللي كان حاضر النهاردة وانت بتتعامل مع أزمات منطقتك، وانت بقى ليك كلمة النهاردة بيتم الإشادة بيك من قبل المجتمع الدولي في حل أزمات المنطقة. الحمد لله رب العالمين، مصر يمكن يعني استعادت مكانتها وريادتها في المنطقة وزعامتها للمنطقة مش من فراغ، ولكن من خلال عوامل وأدوات وعناصر ومشاهد وشواهد كثيرة جدا قدامنا على الساحة. الحمد لله رب العالمين، احنا اتفقنا ان العافية ما حدش يقدر ياكل لقمته، عشان كده امتلاكها للقوات المسلحة قوية من جهة، مسار اقتصادي ناجز وناجح دلائل على كده بالأرقام، البطالة كانت كام وأصبحت كام؟ كانت 13.9 في 13، النهاردة 7.2. شوفي حضرتك النص بالنص تقريبا، احتياط النقد كان 13 مليار، النهارده اصبح قرابه ال 45 ونزل شويه يمكن 42 او 43 بتاريخ اليوم، يعني بتكلم على تاريخ اليوم في ظل جائحه كورونا. المعدل النمو كان كام؟ وصلنا كام؟ كان 5.6 2019 نهايه 2019 قبل الجائحه، وصل 2.8 بس بالموجب لسه زي ما هو، وصل النهارده ب 3.4. المعدل النمو ده معناه ايه؟ ده في دول متقدمه زي انجلترا نزل ماينس، نزل بالماينس. عايز اقول ان انا الحمد لله في ظل الجائحه باشادات دوليه من كل المجتمعات اكدت على ان انا الحمد لله مسار الاقتصادي ناجز قدرت احقق فكره ان صندوق النقد الدولي يديني 12.5 مليار في مرحله معينه من عمر السبع سنوات، يعني في 2016 تحديدا. ده معناه ايه؟ ما اداني رساله طمانه للمستثمرين الاجانب اللي هم يجوا يشتغلوا عندي، ورساله ثقه في اقتصادي، ما ثقه في اقتصادي، عشان كده المستثمر الاجنبي يقدر يجي يشتغل عندي، ما جاش من فراغ، هو جالي ليه؟ جالي لهذا السبب، عشان عرف وايقن وتاكد تماما ان هو ايه، في نقول هيئه او مؤسسه دوليه معنيه ويمكن الاكبر على مستوى العالم ادتني وساهمت معايا في تعديل مسار الاقتصاد بتاعي وقدرت تساهم معايا عشان انجو من مغبه هذا الموضوع. ففيها ثقه عندي، الثقه دي خلفت ثقه لدى المستثمرين الاجانب انهم يشتغلوا يجوني ويعملوا هذا الكلام. هذه الشق الثاني. الشق الثالث مهم قوي، ان انت لما اتحركت في المسارات السياسيه الثلاثه الخارجيه، يعني دبلوماسيه الرئاسه، دبلوماسيه الوزاره، ثم دبلوماسيه المعلومات المتمثله في المخابرات العامه، اعتقد ان ده يعني وضح رؤى كتيره جدا للاخر، واصبحت بص الاتصال المباشر بيوضح حاجات كتيره جدا خلاف الكلام المكتوب. فرؤيه العين والحوار المباشر المتبادل بين الاطراف بيذلل صعاب يجاوب او بيضحك بعض التفاصيل اللي احنا في غنى عنها، مفاهيم خاطئه، مفاهيم مغلوطه، لا انا اللي قايل قدامك وحضرتك شايفني انا بتكلم ازاي وشكلي وحركاتي بتثبت لك ان كنت كاذب او غير كاذب او صادق او غير صادق، فالمشهد قدامي ما بقاش موضوع مراسلات. لا، عشان كده يمكن السيد الرئيس عدم اعتماده على التقرير برضه جزء مهم في هذا الموضوع، ما بقاش غير مكتوب، بينزل بنفسه وبشخصه وبعينه وبيشوف هذا الكلام رؤيه العين، عشان يبقى فيه رساله الطمانه واصله ليا انا كمواطن. لما اشوف كده اوصي كده، فكل العوامل دي اكدت ودللت على ان انا كدوله الحمد لله في اطار الحفاظ على الامن القومي العربي، لا واخده مكانتي واخده حيثيتي. طيب في الامن القومي العربي عندك تهديدات، ايوه، وعندك اطماع، ايوه، اذا كانت ايرانيه، اذا كانت تركيه، اذا كان عندك امن البحر الاحمر والقرن الافريقي، اذا كان عندك شهد النهضه، كل المخاطر اللي حوالينا في محيطنا، ايوه، التعامل معها ومواجهتها، التعامل معها يجب ان يتاتى من خلال الردع الاساسي. الردع ده هو السبيل الرئيسي، لو ما هو كل ما بعيد عن ايدينا لازم يقتنع تماما ان انا قوي، لان لو لم يقتنع ان انا قوي لغال عليا وقدر ياثر فيا ويضيعني، فبالتالي البدايه لازم يكون عندي. طب الاحساس ده يجي له منين؟ من مثل هذا الامور. افتتاح قاعده زي كده خلاص، يبقى انا ايدي طيلاك ومحدش بعيد عن قدراتنا، ده تصريح رئيس الجمهوريه، والحته الفلانيه خط احمر. شوف حضرتك انا احساس جالي منين؟ لما اتقالت سيره الكفر خط احمر، خدي بالك على مسافه 1000 كيلومتر من الحدود المصريه، 1000 كيلومتر من الحدود المصريه، وده خط وهمي، يعني خط مش خط بارليف قدامي، يعني لا ده انا خط وهمي ومرتزقه اللي قصادي، يعني مش جيش نظامي خايف مني كدوله، مرتزقه يعني اي حد ممكن يروح ويرجع، وما هتحاسب مين؟ ده المرتزقه هتحاسب مين فيهم؟ بس هم ايقانهم ويقينهم الكامل ان مصر طايلاهم، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيهزرش لما بيقول هذا الكلام ان دي خط احمر، وعدم تجرؤهم ان هم يجتازوا هذا الخط الغير موجود على ارض الواقع والطبيعه، انما هو خط محدد بين مدينتين ده في ليبيا،
وعلى مسافه كيلو متر 1000 كيلو متر من الحدود المصريه، ولكن لم يجرؤ احد على انه يجتازه. ده في حد ذاته دلاله على ان انت قدرت تفرضي التوازن الاستراتيجي. والجمله دي اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، قال انا تم فرض التوازن الاستراتيجي، ما قالش اتحقق. فرض، ما قالش اتحقق، قال فرض. والفرض يتطلب ايه؟ يتطلب قوة. يبقى عندي القوة الكاملة وما بتتكلمش كتير، مفيش كلام، انا بشتغل ما بعملش افعال لا اقوال، انا ما بقولش هعمل. لا انت في حضرتك تصحي الصبح تلاقيها اتعملت، يعني خلاص الموضوع خلصان. عشان كده الاخرين خايفين، خايفين لا تصحى الصبح ما يلاقيش اللي هو بيهدد بيه، يعني عنده اليقين كده ان مصر لا واصله وقادره، فبيحاول يعني يقول ايه، مخيلته او هرتلته هي اللي بتخليه يصل ما وصل اليه. محدداته التهديدات اللي حضرتك طرحتيها دي من قديم الازل موجوده، لان في اطماع، اطماع تتمثل في الاطماع التركيه كدوله عثمانيه، الايرانيه كدوله فارسيه، الاسرائيليه كدوله يهوديه، عشان ما نغفلهاش لان ده العدو الرئيسي بالنسبه لنا، مهما كان في ايا كان الشكل، ولكن انا لازم اوضح الكلام ده. في اطماع دوليه من قوه كبرى وعظمى فاعله في العالم ولها تاثير، يعني الهيمنه الامريكيه على العالم والقطبيه الواحده كيف تتاتى ومصر ذات قيمه؟ يبقى لازم مصر تتعرض لتهديدات وتحديات عشان تنشغل تماما عن التفكير في هذه الفكره. ثم بالاضافه الى دعم فكره سد النهضه بالنسبه للجانب الاثيوبي عشان تاثر في ايه؟ تاثر في الدوله المصريه وتجعلها في حاله عدم استقرار، او بمعنى صح تلجا الى انها تخش في صراع مسلح معاها. لا احنا بنقول، احنا في كلام واضح، ميه النيل خط احمر. محدش يقدر يجي، محدش يقدر يقلل نقطه، ومحدش يفتكر انه بعيد عن قدراتنا، الكلام ده كله بيتقال. فلازم الناس كلها تبقى واعيه لكده. انا بطمن الشعب المصري، ودي رسالتي ليه، بقول له ان احنا الحمد لله بنجتاز كل المحن بفضل الله اولا واخيرا، ثم برؤيه ووعي حضراتكم ايها الشعب الجميل اللي بنأدي لك التحيه العسكريه، لان انت صبرت وتحملت في ظل ظروف صعبه جدا، لانك على يقين كامل ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، والدلاله على ذلك انك لما استشعرت الخطر وان انت مش ماشي في الطريق الصحيح صرت وقمت ب 30/6. فالسبع سنوات دول وانك انت من الوعي بمكان والادراك بمكان دلاله على ان انت فاهم ان احنا كدوله ماشيه صح والاتجاه ماشي صح في طريق تحقيق مستقبلك، زائد ان المشروعات رؤيه العين، الانجازات رؤيه العين، ما بنقولش حاجه مخفيه، ده كل حاجه قدامك وفي سبيلك. شكرا جزيلا سياده اللواء اركان حرب عادل عمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، شكرا طبعا على قرايه حضرتك للمشهد النهارده ورؤيه الدوله ومفهوم القوه الشامله اللي برضو واحد من عناصرها اللي هنشوفه ونتابع مع حضراتكم دلوقتي. القوه الناعمه، قوة مصر الناعمة، الثقافة، الفن، الإبداع، يمكن بعد الفاصل بقى وبعد ما نشوف التقرير ده، ده اللي هنتكلم فيه الجزء اللي جاي، إنك تبني برضو العقل، العنصر البشري، إزاي تشتغل عليه، إزاي واحنا بنتكلم على معركة وعي، إزاي قوة مصر الناعمة تكون حاضرة في كل المحافل. بعد الفاصل هنرجع نتكلم في ده، لكن الأول خلينا نشوف تقرير عن معرض القاهرة الدولي للكتاب وأرجع لحضراتكم تاني. معرض القاهرة الدولي للكتاب، المعرض الذي ينتظره الصغير قبل الكبير لما فيه من أنشطة وفعاليات ثقافية وتعليمية. ولأول مرة يشهد المعرض هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيا على المنصة حفاظا على السلامة والصحة العامة للجمهور. المعرض السنة دي كويس جدا، يعني هو صحيح في ظروف الكورونا اقل كتير من السنوات اللي فاضله بس اللي فاتت، بس بصراحه يعني يعتبر ناجح السنه دي بصفه كبيره. يعني زم جيد جدا، يعني ما شاء الله القاعات مريحه اكتر. انا اول سيزون ليا كدار ومشاركه 145 عمل، كان في تقدير من الهيئه والمعارض ان الدار او الكتاب بتاعتها في المبادره اللي بتتبنى الكاتب ان هي تكون متواجده. الصراحه اللي بنشوفها هنا بصراحه يعني ما بنشوفهاش في ايفنتات تانية كتير. ايفنت كبير ولامم ناس كتير من دول تانية كتير، فالجهد المبذول يشكروا عليه، مش اي حد يعرف يعمل كده. شايفه اني لا، الناس مقبله، الناس كانت منتظره المعرض، فده شيء ايجابي جدا. كمان التذاكر مجانيه، ده ايجابي جدا جدا. طبعا شهد المعرض توافد كبير واهتمام واضح من الزائرين من جميع الجنسيات والفئات العمريه لزياره اكبر تجمع ثقافي على مستوى العالم. شايفة ان الدور السنة دي نازلة بشكل واضح، وانا كنت متخيلة انه مش هيبقى فيه مشاركة كبيرة وخاصة من الدور العربية باعتبار طبعا ظروف كورونا وغيرها، لكن لقيت ان في مشاركة من الدول العربية، يعني سوريا، الاردن، السعودية، في كل الدول موجودة الحقيقة، وده اسعدني. يعني المعرض كويس ممتاز،
والتنظيم فوق الرائع. في ناس كتير في المعرض هنا، شايف ناس من بره مصر، ناس اسيويين مقيمين. المعرض ككل يعني فوق الممتاز، شيء جميل، وهذا عمل جيد. يعني نساعد للطلاب ومن هو يحتاج الى الكتب يستطيع ان نبحث نجد الكتاب بسرعه وباسهل طريق. بستنى طول السنه ان انا افضل اجمع الكتب اللي انا عايزها، عشان خصوصا ان انا اجيبها من معرض الكتاب، اللي هي كل الكتب بتكون موجوده، ويعني بقدر اجيب الاماكن بسهوله او الكتب بسهوله. المعرض سيستمر حتى 15 من الشهر الجاري، على أن تبدأ مواعيد الدخول يوميا من 10 صباحا حتى 10 مساء، عدا الجمعة من 1 ظهرا وحتى 10 مساء، وبطاقة استيعابية 100,000 زائر يوميا، كما أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانا هذا العام. آية القاضي، الحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية. صحيح ابتدينا حلقتنا النهاردة واحنا بنتكلم على الحدث المهم وهو افتتاح طبعا قاعدة 3 يوليو، وقلنا أهمية ده وقوة مصر الشاملة والقوة العسكرية، وإنك تكون دولة مهمة وقوية في محيطك، ومن أبعاد القوة الشاملة القوة الناعمة، قوة مصر الناعمة في الثقافة والفن وفي الإبداع، في الشعب المصري، في الأجيال الجديدة، في الشباب، في الأطفال الصغيرين. لما نتكلم على وقت بقول لك ايه يعني زمن الفن الجميل وان احنا كده خلاص خلصنا، لا ما بتقفش. جيل بيسلم جيل ومواهب بتكتشف كل يوم، وده دور الدولة ودور الثقافة انها تدور وتبحث، ويبقى يكون في مسابقات لاكتشاف المواهب الجديدة وتشجيع ولادنا كمان عليها. عشان كده كانت مسابقة المبدع الصغير اللي تمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي واللي انتهت من ايام، والسيدة وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم قامت بتكريم الاطفال الموهوبين المبدعين وتشجيعهم اكتر كمان على ان هم يكملوا. عشان كده معانا اتنين النهاردة منهم مشرفينا في الحياة اليوم، من فرع أو يعني الفاز في الغنى وفي كتابة القصة. معانا النهاردة يوسف حسن، هو قال لي لا أنا عايز باسمي يوسف حسن علي منصور، وعايز رباعي صح كده؟ يوسف حسن علي منصور الفايز بجائزة المبدع الصغير فرع الغنى. أهلا وسهلا بيك يا يوسف. أهلا بحضرتك وألف مبروك يا حبيبي. ألف مبروك حضرتك. ومعانا الجميلة هنا أحمد. هنا فازت في كتابة القصة، أهلا بيكي يا هنا. إزاي؟ أهلا بحضرتك. عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. بس يا يوسف طبعا لازم نتكلم مع البنات الأول صح؟ طبعا. ماشي. عندك كام سنة يا هنا؟ 11. 11 سنة؟ أه. يعني في سنة كام؟ لا في سنة 5 وداخلة سنة 6. حلو قوي. كلميني بقى عن نفسك كده، أنت بتكتبي قصة يعني بتعرفي تتكلمي وتكتبي حلو قوي. أنت الأول عرفتي المسابقة إزاي وبتعملي إيه وإيه موضوع كتابة القصة اللي بتكتبيها؟ انا عرفتها المدرسه هي اللي بلغتنا. فانا في الاول يعني حسيت ان انا عايزه اخشها يعني حاجه اتسلى فيها. فدخلتها وكنت يعني فرحانه، ويعني كنت بحب يعني كنت حاسه ان انا مش مشكله اكسب ولا اخسر، بس انا دخلت في حاجه حلوة. انت دخلتي مسابقات قبل كده يا هنا ولا دي اول مسابقه؟ دي اول مسابقه. اول مسابقه. أوه. بس انت بتكتبي قصه كده دي هوايتك وانت غاويه تعملي كده من غير مسابقات اصلا؟ طب يعني كتبتي كام قصه بقى في حياتك؟ لا كتير كتير. 11 سنه كانت كتير. كام واحده يعني تقريبا؟ يعني عندك كده مكتبه في البيت صغيره؟ ممكن بخش اكتب عند مكتبه الكمبيوتر، بخش انت بتكتبي على الكمبيوتر القصه؟ لا. طيب ما هي جديد كمان. طب قولي لي يا هنا، انت دخلتي المسابقه بقصه واحده ولا باكتر من واحده؟ بثلاث قصص. هم ايه؟ مغامره الضبه كسلان مع الاطفال، والارنب المريض، والمعلمه، وحلم كل تلميذ. انت اللي بتالفي القصص دي كلها؟ تالفيها من دماغك كده لوحدك خالص؟ طيب اللي فزتي بيها، القصه اللي فزتي بيها في الجائزه، المعلمه وايه؟ وحلم كل تلميذ. هي دي اللي فازت. اه. تعرفي تحكيها لي كده بسرعه او بتتكلم عن ايه القصه؟ هي بتتكلم عن كل المهن حلوه مش وحشه، يعني كلهم حلوين، وهي بنت اسمها هنا بدات ان هي تعرف ان بفتره عرفت ان كل المهن حلوه كان بيحصل معاها الاحداث دي، يعني مره عربيه اسعاف جت وخدت راجل عجوز عشان كان هو ماشي عربيه خبطته.
فشالته، فعربية الإسعاف دي هي شافتها فقالت أنا نفسي أطلع دكتورة. بعدها حصل أحداث تانية، ففي الأول قالت أنا عايزة أبقى مهندسة، قعدت تقول عايزة أبقى دكتورة، عايزة أبقى محامية زي باباها عشان بيساعد الناس في القضايا وكده. فكل ما تشوف حاجة، كل ما تفكر إنها إيه، تغير حلمها أو هتبقى إيه، عايزة تطلع إيه، وفي آخر القصة بقى البنوتة اسمها هنا اللي هي بطلة القصة بتاعتك، هتبقى إيه؟ اخر حاجه فكرت فيها ايه في نهايه القصه كانت ايه؟ ان كل المهن حلوه. كل ايه؟ كل المهن حلوه. جميل يعني. يوسف انت بقى بتاع الطرب والغنى كله صح؟ طيب قول لي برضه يوسف، كلمني عنك شويه، لان انا كمان شايفه انك دي مش اول مسابقه، وانت في الاوبرا اصلا واتكرمت قبل كده، احكي لي يا يوسف. من الصفر؟ من اول خالص؟ يعني ملخص كده. تمام. انا كان عندي 5 سنين، بابايا منشئ. انت الاول عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 14. ماشي. وداخل خلاص في 15. طيب تمام. بابايا كان منشئ ديني مع الاستاذ الكبير احمد الكحلاوي. كان بينشد ديني معاه، وانا سمعت منه، كان عندي 5 سنين، فاول ما روحت ايه حفظت منه. حفظت منه حته كده، سمع تال ده اول حاجه غنيت 5 سنين. ساعتها بقى اكتشف موهبتي بقى، وقعد دربني وحفظني اغاني كتير. دخلت مهرجان موسيقى عربيه 2015 تقريبا، خدت مركز تاني، ما يأستش خالص، رحت مركز تنمية المواهب دار الأوبرا. الحمد لله من الفضل عليا كبير يعني. غنيت يعني كتير ودربوني وكده. دخلت تاني مهرجان موسيقى عربية، الحمد لله خدت مركز أول. بعدها أخويا أحمد قدم لي في ذا فويس مع فريق انستجرام طبعا، الحمد لله. بابايا هو قعد يحفظني. غنيت في كذا مرحلة، كل مرحلة كنت أغني أغنية جديدة كده. الحمد لله جت وصلت النهائي معاها. بعدها جه مركز سميت المواهب معانا، يعني قال إن إحنا إيه، في عندنا افتتاح جائزة الدولة المبدع الصغير. طيب. في المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية. افتتحنا والحمد لله غنيت فيها، حبيت بلدي طبعا. وإذا مصر قالت نعم. غنيت بقى، وساعتها بقى إيه، فتحوا باب التقديم بقى. اخويا قدم لي وبابايا وحفظوني. دخلت 3 اعمال لاول حاجه، بعدها وصلت النهائي اللي هو ممنوع قدام لجنه حكم. قلت مولاي بس الحمد لله يعني، وساعتها دي اللي كسبتك. شفت بس. ما يأستش خالص يعني، جبت المركز الثاني وما يأستش وجبت طيب طب انا عايزه بقى نسمعك كده الاول، نسمع ماشي. حاجه تختار ايه؟ قديم ماشي. عشان برضو الحاجات القديمه دي بتبين الصوت قوي. انت بتحب الاغاني القديمه؟ انت فزت بيا مولاي، ودي حاجه اغنيه صعبه قوي. اولها يا ريت. يلا بينا. ماشي. اقوم بالليل والاسحار ساجيه، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندم، بنور وجهك إني عائد وجنون، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك. تحلو مرارة عيش في رضاك.
كوامة أطيق سخطا على عيش من الرغدي من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ذل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد. إيه الحلاوة والجمال والعظمة دي يا يوسف. شكرا. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. شكرا. هسيبك تريح كده وهرجع لك تاني. إيه رأيك يا هن؟ حلو. حلو؟ أه. تحبي تسمعي مزيكا؟ تحبي غنى؟ اه. يعني ليه بسألك كده؟ دايما اللي بقى اللي بيحب فن وكتابه وبيحب كل اشكال الفنون وكل انواع الفنون صح؟ اه. طب قولي لي يا هنا انت في قصه الكتابه مين مشجعك او حد بيقول لك اعملي كذا او يجيب لك فكره ويقول لك اكتبيها ولا انت لوحدك بتعملي ده؟ لا يعني انا لما بكون تايهه عن فكره بخلي ماما تساعدني بس آه. يعني لو كلمه تايهه مني بخلي حد يساعدني ماما بس آه. مش كتير. طب فكره القصه نفسها يعني انت ابتديتي حتى وانت القصه بتاعتك البنوته بطله القصه اسمها هانا. اه. انت كده بتحبي مثلا ممكن تكتبي انا عملت ايه النهارده يعني ساعات مثلا واحنا صغيرين كنا في اخر اليوم نكتب. اه احكي لي بتكتبي كده. اه لما مثلا برجع من المدرسه باجي بروح البيت او انا في الباص لو انا مستعجله وعايزه اكتب آه. بكتبها احيانا بطلع ورقه وقلم في الباص بتاعي واكتب اللي انا حصل معايا واحيانا بروح البيت واكتب اللي حصل معايا. طب بتحبي او نفسك اللي هو تفضلي تكتبي على طول بتحبي كاتب معين كتب معينه تقريها انت لسه طبعا صغيره بس اكيد يعني بتفكري او بتسالي ها زي مين مثلا ممكن تحبي ايه ايه القصص او الكتب اللي انت عايزه تكتبيها او تبقي زيها زي كتاب معينين؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. تحبي الروايات يعني؟ ماشي. يا يوسف. نعم. انت صوتك جميل قوي ورائع ما شاء الله عليك وبس طمني برضو اخبار المدرسه والدراسه والمذاكره ايه معاك؟ اكيد طبعا لازم نذاكر والحمد لله يعني نجحت في ثالثه اعدادي. الحمد لله. حلمك ايه يا يوسف؟ نفسك في ايه؟ اني اكون مشهور طبعا. عايز تكمل في موضوع الغنى صح؟ الغنى والكور. طيب قول لي في الغنى انا يهمني برضو يعني انت طبعا قلت لي يا مولاي وده ابتهالات دينيه وحاجه رائعه وكنت هتغني لي لعبد الوهاب كمان موسيقار الاجيال وبتقولي انا بحب القديم انت ودنك دي بتحب الحاجات الطربيه القديمه ولا برضو الحاجات الجديده والمهرجانات بتسمعها ولا مالكش فيها بتحب ايه؟ هو طبعا اي فنان طبعا لازم يسمع كل حاجه ويحفظ كل حاجه دي حاجه اساسيه بس اللي انا شايفه طبعا طرب وكلام حلو والاغنيه نفسها لها معنى طبعا اللي قدامك حتى لو انت غنيتها له يعرف انت صوتك حلو ولا لا اه
الحاجات القديمه طبعا، لكن الموضه والكلام والحاجات اللي ما تفهمش بيقولوا ايه ولا المزيكا ايه مش طبعا الودن وكده متربيه صح وسامعه صح. طيب انا هختم مع يوسف، وطبعا انا بشكر هنا الجميله وان شاء الله اشوفك كده يعني ايه مؤلفه قد الدنيا وتاخدي جوائز على طول ودايما تكملي ها، عشان الكتابه دي والتاليف عايز على طول استمراريه صح. ماشي يا حبيبتي يوسف، انا عايز اختم معاك بقى وعلى اغنيه وطنيه انت تختارها، يعني انا مش هتكلم بعد يوسف، يوسف هيغني وهيبقى ده الفينال او التتر معانا. كنت بتقولي عايز اغني حاجه وطنيه يا مصر يا مصر مين يقدر عليكي، يا مصر مين يقدر عليكي. دي حلوه قوي نختم بيها ومع يوسف. يلا اتفضل. يا مصر مين يقدر عليكي، ربنا اصلا حاميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلاك مش ناسيكي، واللي قالوا يا مصر فكر يكسر كان غيره اشطر، ده اللي جعلك يخسر، ما تخلقش اللي عاديكي، ما تخلقش اللي مسك، كلنا عايشين بحسك، رفرف بعالمك ونسرك، ده انت اقوى جندي فيكي. يا مصر مين يقدر عليكي. ¶¶